بعد ما كبرتي كده شويه وبدأتي بقى الناس تعرفك شويه، الجمهور بقى نفسه كان ايه رد فعله؟ والله الجمهور ده ساعدني يعني. طيب هسألك سؤال تاني دلوقتي، الناس عايزه تجيبك عشان انت مها، عشان انت عايزين روحك، عشان انت بتعملي، انا بحس ان انت بتعملي شو غير ان انت بتعزفي. لا هو كل واحد له اسمه في الشغل بتاعنا وفي مهنتنا له اسمه. طبعا في ناس لها اسم ولها جمهور معين بتحبهم، انا الحمد لله دلوقتي بقى لي الجمهور. انت كانك بتربيه يعني، الجمهور بتاعك بتربي له الجمهور لحد ما يكبر. فالحمد لله دلوقتي بدخل الفرح اكون مطلوبه فيه، يعني صاحب الفرح عايزني اروحه. اوكي مش مطلوبه بالاسم، مطلوبه بالاسم. طب بالنسبه بقى للمعازيم اللي موجودين في الفرح، ممكن منهم اللي عارفك ومنهم اللي مش عارفك؟ ايوه لما يلاقوا ان في بنت طالعة كده على المسرح واموره كمان ما شاء الله ويتفاجئوا ان هي اللي هتعزف، بيبقوا حاسين بايه؟ حاسين ان يعني ايه يعني الاول اللي بيبصوا من الاول مندهاش؟ انا طبعا بشوف النظرات بتاعتهم. محدش بيشكك مثلا في الموضوع شويه في الاول فيه؟ يقولوا ايه بنت اللي هتعمل الكلام ده وهتشهيص الفرح؟ في من زمان واحد ابو عريس شيلي ايدك، اشيل ايدي ماسكه، طب حطيها تاني، احطها تشتغل، يقول لي مش انتي، اقول له طب هو ما كانش مصدق ان ما كانش مصدق وما حسبش الا بعد ما قعدت اشيل واحط كذا مره كذا مره، قال لي لا لا ده لا نستنى العازف يجي بس اصبري لا 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 تلعبيش بس عشان ما بوظش حاجه، يقول لي انت اللي بتعزفي، بقول له ايوه يا عم، لان كنت انا صغيره ايوه يا عم والله. قال لي طب شيل ايدك، حط ايدك، شيل ايدك. في الاخر راح دافع الفلوس بقى، يعني كان الفلوس مأخرها على الموضوع ده شهيصه الفرح يلا لا لا خلاص ده انا كده ادفع بقى الفلوس بتاعتكم.